بيان اللي كتبتوه البيان اللي كتبناه كما كتبوا الوطنيين وكما كتبوا جمعية العلماء ودخلوا مثل الاخر في إقامة الجبرية. الإقامة الجبرية احنا كنا دعوة، احنا كنا دعوة من 62، عندنا حلقات نديروها في بيوتنا في كذا على الإسلام، على كيفاش الإسلام كيف نعاودوا نرجعوا الإسلام لهذا. صح تقول كان كاين الإسلام يا أستاذ بالمهدي، لما تسمع الناس نعاودوا نرجعوا الإسلام تما حكيت قلت لي كل الممارسات كنت تديروا، كانوا المساجد وتديروا حلقات في المساجد، نفس الشيء كانت هناك تدريس للتربية الإسلامية، يعني وفق أي منطلق كنتوا تقولوا نرجعوا الإسلام؟ يعني الإسلام كاين كيفاش ترجعوه؟ على شرف ما كانش الإسلام اللي نحوسوا عليه، احنا نحوسوا الإسلام السياسي. كنتوا تحوسوا الإسلام السياسي يعني في هذا النقطة؟ يعني كنتوا تمارسوا السياسة الإسلام السياسي؟ إيه طبعا. والإسلام وشنو هو؟ الإسلام وشنو هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الدولة كان يقعد يربي الناس ويقرر. لا معليش هذه نقطة ربما فيها رأي ورأي آخر، أنا تحدثت على حقيقة تاريخية. تقول لي الإسلام على هجة، الإسلام على هجة، الاسلام جاء اليوم الان تغيرت الامور، انتم اصلا تنادوا بفصل الدعوات. ما تقطع عليه، ما تقطع عليه، خليني نتكلم. تفضل. ايه لا تقطع عليه وتحاول لا تقول في الاسلام السياسي. ما تبالش. تفضل. نقول لك خليني نتكلم، اذا جبتني باش نتكلم اعطيني الحريه تاعي اتكلم باش نتكلم. اذا قلت لك الاسلام مشروع الهي هكذا للحياة جميع الحياة وللناس الجميع، رسالة. كان يقعد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ويقعد، ما جيناش إلا هنا. ها إذن الإسلام تربية وسياسة وقضاء وتجارة. روحوا نجبدوا الآيات من القرآن، واش نديروا بها؟ طيب معليش.